فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، سحا عاما، طبقا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبث لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا. مكتوب عندكم القراء، والصحيح ان العري. نعم. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه احد غيرك. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا، فارسل السماء علينا مدرارا. طبعا هنا هذا الدعاء يعني اكثره وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو دعا بغيره لا باس، لو دعا بغير هذا الدعاء لا باس. نعم. ويؤمن مأموم، ثم يستقبل الامام القبلة في اثناء الخطبة فيقول سرا، يعني في دعاء يكون مع المصلين يستقبلهم ثم يعطيهم ظهره ويبدا هو يدعو لنفسه، والمصلون ايضا يدعو لانفسهم. نعم. اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا.